انا بوعدكم انه اجواءنا كثير حلوه اليوم وعندنا كثير هيك معلومات عن الاكل المغربي والمغرب والحضارات والثقافات. فاذا عندكم اي سؤال او اي استفسار اليوم معنا شيف كثير شاطره وكثير قوي بالمطبخ المغربي، فبعثوا لنا اسئلتكم على رقم الواتساب اللي عم تشوفوه على الشاشه، سجلوا الرقم وضلوا بعثوا لنا كل المشاركات الاسئله الاستفسارات واكيد الوصفات المفضله عندكم من المغرب. طبعا نحن اليوم بافطارنا غير معك شيف جميله حتورجينا أول شيء شو يعني كلمة طاجن اللي يمكن كثير الناس تتردد عليها. يعني كان زمان كان المطبخ المغربي كان ما كانش حاجة جديدة أو عصرية، فكان مبني على الطنجرة الفخارية على النحاسية، فكان اجتهاد الناس بيطبخوا عادي على الفحم، فكان الأساسي من غير الطنجرة هو الطاجين. يعني كان اسمه طاجن هو خلص. طاجن ما في شيء يعني بيتحط على الفحم. هلا صرنا طنجره ونحاس وقلم من يوم ويلا صح. فخلينا نورجي اللي عم يتابعونا طبعا جابت لنا اليوم معها شيف جميله الطاجن، وبتجي اشكال والوان مختلفه وهل بيجي نوعيات مختلفه كمان؟ ايه في انواع مختلفه مثلا شو فخار كاين فخار وكاين فخار احمر وكاين فخار ابيض، يعني اجتهاد كزواء كصنعه كايش يعني حلو بس شغالين فيه بيكون حلو. سو هن كانوا قبل يطبخوا بهذا الوعاء على الفحم او على النار؟ لا لا على الفحم بس ما فحم. فيش نار ما كانش ما طب هلا بالبيوت الجديده المودرن هل بيستعملوا هذا على النار على طول ولا قليل؟ لا لا في نوع خاص بس على النار او على الفرن. اوكي مشان ما ينكسر معنا. عشان ما ينكسر معنا. قالت لي بدها تهديني طاجن مشان ما اكسره بعدين. لا لا هديك اثنين، تكسر واحد يفضل واحد. طيب لنحكي عن الطاجن، طبعا تقليديا بتجي انواع الطاجن مختلفه، بتجي باللحم، بالدجاج، احيانا بالسمك، شو اللي بالخضار او بس بالخضار، شو هي المكونات اللي لازم تكون موجوده بالطاجن المغربي؟ هو بالنسبه للطاجن في عندنا ثلاث انواع، مالح، مالح وحلو وحلو. بمعنى المالح بيكون فيه بس توم والمالح والحلو سالي سكري سالي سكري كيف معك؟ لا 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 مش بيكون قرفة مثلا في الحلو والمالح بيكون القرفة عود والمستكة في الحلو بيكون بس ماء الزهر وجنجربير بودرة. إذا قصدك حلو يعني حلو حلو ما في حلو حلو. ما في موالح أي ما في موالح أوكي فممكن يكون في طاجن حلو وفي طاجن اللي فيه مثلا بيدخلوا فيه البرقوق أو شيء من العسل أو بالفواكه الجافة أو بتفاح أو بالعنب على حسب اللي موجود. طيب انت اليوم حتعملين لنا طاجن من مراكش صح؟ ايه. طيب شو كيف حنحضره؟ انا مراكشيه. نحن طبعا ما حنحضره بالطاجن، حنقدمه بعدين بالصحن بس نحطه بس في الطنجره. اوكي عندك شو بتحتاجي هلا؟ اذا بدك اعطيكي هدول احلى. اوكي هنحطه، هو قبل ما نطبخ او نحط التتبيله لازم اذا تشيكن يعني الدجاج نشيله وننظفه. اوكي